مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في تغطية خاصة عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية في العراق وانعكاسات ذلك على العراقيين في مختلف المحافظات وعلى مستواهم المعيشي في ظل الأزمة الاقتصادية المتفاقمة التي يمر بها العراق جراء السياسات الحكومية الاقتصادية الفاشلة وعدم قدرة الجهات المعنية على مواجهة مثل هذه الأزمات، الأمر الذي أدى إلى تأجيج غضب الشارع العراقي والخروج بتظاهرات في بغداد وعدد من المحافظات للتنديد بموجة الغلاء غير المسبوقة وأيضا للمطالبة بحلول ناجعة تضع حدا لهذه الأزمة. سيكون معنا خلال هذه التغطية ضيفا في الاستوديو الكاتب والباحث في الشأن العراقي شاهو القرداغي. أستاذ شاهو، مرحبا بكم. مرحبا، أهلا بك، شرفتنا. وعبر سكايب من بغداد أستاذ العلوم السياسية الدكتور قحطان الخفاجي. دكتور قحطان، مرحبا بكم. أهلا وسهلا بك أخي العزيز. أهلا بك دكتور، ضيفا كريما. ومن المؤمل أن يلتحق بنا عبر الهاتف من بغداد الصحفي والناشط المدني عادل الجبوري. مشاهدينا الكرام، قبل البدء في هذه التغطية ندعوكم لمتابعة هذا التقرير. تجددت التظاهرات الشعبية في بغداد وعدد من المحافظات العراقية احتجاجا على ارتفاع أسعار المواد الغذائية من جراء الحرب المستمرة في أوكرانيا والفساد وسوء الإدارة الحكومية، ما تسبب بمعاناة مضاعفة لشريحة واسعة من الشعب العراقي الذي ما زالت نسب الفقر والبطالة في صفوفه بتصاعد مستمر، حيث شهد العراق خلال الأيام الماضية ارتفاعا غير مسبوق في أسعار المواد الغذائية الرئيسية لا سيما مادتي الطحين والزيت، وباتت هما واهتماما من قبل المجتمع العراقي الذي تتقاذفه حزمة من المشاكل والأزمات المختلفة والتي كانت وقودا لثورة شعبية تفجرت في تشرين الأول من عام 2019 ضد الفساد والبطالة وتردي الوضع الاقتصادي وتدهور البنى التحتية والفساد الحكومي. ورغم الإجراءات الحكومية للحد من ارتفاع أسعار المواد الغذائية مثل تصفير الرسم الجمركي على البضائع الأساسية من مواد غذائية ومواد بناء ومواد استهلاكية ضرورية لمدة شهرين، والقبض على بعض تجار المواد الغذائية بتهمة التلاعب بقوت الشعب ورفع الأسعار، إلا أن كل هذه الإجراءات لم تلجم هذا الصعود الصاروخي في أسعار المواد الغذائية. المتحدث باسم وزارة التجارة برر عجز وزارته عن كبح جماح ارتفاع الأسعار بالحرب في أوكرانيا لثقلها الكبير في إنتاج الزيوت والحنطة. هذه الأزمة التي باتت ترهق كاهل الطبقات الفقيرة المثقل أصلا بالفساد وخفض قيمة الدينار أمام الدولار قد تكون وقودا مجانيا لتجدد ثورة تشرين بنسخة أكثر عنفا وعنفوانا هذه المرة. إذن مشاهدينا الكرام، لمن فاتته المقدمة والتقرير، نناقش في هذه التغطية ارتفاع الأسعار في العراق وغلاء المعيشة بشكل ملفت للأنظار وتداعيات ذلك على المواطن العراقي. أستاذ شاهو، أجدد الترحيب بكم. الشرائح الفقيرة وأيضا ذو الدخل المحدود تأذت من ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، ولكن إلى أي مدى ضاعفت أزمة ارتفاع أسعار المواد الغذائية من معاناة العراقيين، خاصة إذا ما علمنا أن يعني قيمة الدولار ارتفع بالنسبة إلى قيمة الدينار العراقي، كيف ترون ذلك؟ بداية مرحبا بكم وتحياتي للضيوف الكرام والمشاهدين جميعا. حقيقة نحن قبل فترة رأينا أن نسب وأرقام الفقر تتضاعف في العراق بدل أن ترجع إلى الوراء وبدل أن يكون هناك إجراءات إصلاحية، إلا أن الأرقام كانت تتضاعف بصورة سريعة في ظل عجز الطبقة السياسية الحاكمة عن وضع آليات لمعالجة هذا الأمر في ظل وجود ثروات كثيرة، في ظل وجود مقومات لبناء دولة زراعية والاعتماد على النفس وأيضا بناء المعامل والمصانع التي تم إغلاقها أو تم بيعها أو نهبها و يعني إخراجها عن الخدمة. كانت هناك مصانع كثيرة تستطيع أن تكفل بآلاف العوائل العراقية، ولكن لم يكن هناك أي تخطيط خلال الفترة الماضية. الآن نحن أمام أزمات جديدة، طبعا
الدول الناجحة هي التي تكون جاهزة لمواجهة أي تحديات من الممكن أن تواجهها، بعكس نعم. العراق الذي نرى أنها أن السياسيين والسلطات الرسمية يتحدثون عن الأزمة وحلول الأزمة بعدما يحصل، وأيضا بعدما يصل تداعياتها وآثارها إلى المواطن العراقي. نعم. الآن الأزمة الروسية الأوكرانية مثلا على سبيل المثال، و حسب المسؤولين عندما طبعا إلى الآن لم يعترفوا بأن هناك أخطاء داخلية تسبب حالة رفع الأسعار، نحن لا نستطيع أن نعلق كل مشاكل العراق على الأزمة الأوكرانية الروسية، هناك دول أخرى تحاول التخفيف عن آثار هذه الأزمة أو تساعد مواطنيها. على العكس تماما، من اليوم الأول أعلنوا أن العراق متأثر بالأزمة العالمية، على الرغم من أن هناك سلع قد تكون داخلية أحيانا ولكن سعرها أيضا ارتفع. إذن وحتى التي تم استيرادها سابقا يعني هي موجودة أصلا بالعراق. إذن هناك يعني مجموعة من العناصر التي تشكل منظومة الفساد، سواء من سياسيين أو من تجار أو من تجار الأزمات الذين يعني يجدون في كل أزمة فرصة للاستغناء والربح يعني مقابل هذه الأزمة، مقابل استغلال حاجات المواطنين والصعوبة، زيادة صعوبة عيشهم. والآن نعم. في هذه الأزمة نرى أن المواطن العراقي للأسف أن حتى الطبقة المتوسطة أصبح يعاني، يعني صحيح. ليس فقط الطبقة الفقيرة، حتى الطبقة المتوسطة أصبح قريبا من الطبقة الفقيرة وليس قريبا من الطبقة. هو أستاذ شاهو، يعني بعد التطورات الأخيرة عام 2003 يعني الطبقة المتوسطة تقريبا شبه موجودة، يعني هناك طبقات اللي هم الساسة والميليشيات والكذا، وهناك أيضا يعني الشعب العراقي المواطن البسيط الذي لا يجد قوت يومه. نعم تماما. الآن يعني أصبحنا نرى فقط الطبقة الفقيرة أو الطبقة التي تحتاج إلى مساعدات سريعة حتى نعم. تستطيع أن تتجاوز هذه الأزمة، ونحن أيضا مقبلون على شهر رمضان، نحن نعم. نرى أن في شهر رمضان أيضا يختفي الرقابة الحكومية، وكأنه هناك يعني بشكل غير مباشر أو غير يعني مباشر أو غير مباشر هناك نعم. تعاون وتنسيق بين هؤلاء من يستغلون ويحتكرون المواد الغذائية وبين السياسيين الذين لا يتدخلون إلا بإصدار البيانات. منذ اليوم الأول للأسف رأينا أن الحكومة أعلنت أن هناك لجان سوف تتشكل قطع أيادي من يتدخل ويتلاعب بالأسعار، لم نجد لا قطع أيادي ولا شيء، الأمر مستمر والأسعار تتضاعف. إذن هناك غير يعني ليس هناك مصداقية لدى الإجراءات الحكومية والبيانات الحكومية التي تتصدر والتي تتعهد بالسيطرة على السوق. أيضا هناك تعاون من قبل السياسيين لزيادة أرباحهم مستغلين هذه الأزمة التي تجري. أقف عند هذه النقطة، ولكن دعني أنتقل إلى الدكتور قحطان الخفاجي. دكتور قحطان مرحبا بكم. يعني كما تفضل الأستاذ شاهو يقول بأنه عدم وجود تخطيط مسبق من قبل الحكومات المتعاقبة للاستفادة من الثروات العراقية، هناك من ينظر إلى مسألة ارتفاع الأسعار والمواد الغذائية على أنها أزمة مفتعلة تتعلق بجشع التجار وأيضا تدخل الميليشيات في عملية ارتفاع المواد الغذائية، لأن كما تعرفون كل المفاصل الاقتصادية أصبحت الآن بيد الميليشيات. ما دقة هذا الاتهام دكتور، وهل تتفقون معه؟ حياك الله مرة ثانية، وحيا القناة ومشاهدين الكرام والضيوف الكرام. نعم، أيد ما ذهب إليه الأخ شاهو، بالتأكيد ليس فقط غياب التخطيط بل التخطيط الضد السلبي هو القائم، أي بمعنى أن كيف يوصل العراق إلى ما وصل إليه من تردي في الدلالات كافة، وهذا المشكلة الكبرى. المشكلة أيضا الكبرى التي ذكرها الزميل العزيز الأخ العزيز وهي معروفة للجميع، هناك توافق كامل ما بين القوى السياسية المتنفذة والتي تمتلك أذرع فاعلة عسكرية خارج نطاق الدولة، لها علاقة في صعود الأسعار من جهة، وفي نهب العراق من جهة، وفي التلاعب في الدولار من جهة أخرى. إذن هذه الثلاثية هي مرتبطة بالإرادة التي يمتلكها الأحزاب الطائفية المذهبية، تمتلك قوة عسكرية أقوى من قوة الدولة، وبالتالي التخطيط المركزي من قبل الدولة غائب ومغيب عمدا، والأمر والنهي الآن بات للقوة التي تمتلك القوة السلاح وتتحكم بالاقتصاد وتتحكم بالسوق، فمعظم التجار مرتبطين بهذه القوة السياسية المتنفذة. إذن الشعب العراقي واقع ضحية غياب التخطيط وعدمه نهائيا،
جشع التجار الذين هم جزء من العملية المسيطرة في العملية السياسية، أي الأحزاب والأحزاب السياسية التي لا هم لها إلا مصلحتها الخاصة ومصلحة القوى الخارجية التي هي تأتمر بأمرها. إذا نحن أمام هذه الترتيبة لا يمكن أن نتوقع أن هناك تحسين للوضع الاقتصادي، سيما وأن معروف أن لا صناعة عراقية لا زراعة عراقية لا رقابة حقيقية. المشكلة عندما الآن يذهب الحكومة إنها سوف تحدد أو تعين لجان، طيب أنت عندك أساسا جهات أمنية رقابية على موضوع السوق، أين فعلها، أين واجبها؟ إذن كل هذا هو أيضا هو رد الرماد في العيون، وكأنما الحكومة ساعية لتحسين الحال. طيب دكتور، والحقيقة هي ليس هناك أي مساعي حقيقية لتحسين حال العراق. طيب دكتور، سأعود إليك في وقت لاحق، ولكن دعني أنتقل إلى الأستاذ عادل الجبوري. أستاذ عادل، الحكومة طبعا بررت موضوع الزيادة غير المسبوقة في أسعار الغذاء بالحرب في أوكرانيا، والتي تعتبر أوكرانيا طبعا بالنسبة للعراق تعتبر المصدر الرئيسي للحبوب والزيوت النباتية. هذا التبرير مقنع لكم أستاذ عادل؟ أهلا وسهلا بكم ومشاهدي قناة. مرحبا. الحقيقة هذا التبرير غير مقنع. العراق لا يستورد من أوكرانيا فحسب، بل يستورد من أستراليا ومن أمريكا القمح، ومن ماليزيا الزيوت النباتية إضافة إلى أوكرانيا. لكن اللي موجود في العراق الآن أنه التجارة حرة، يعني بعد أن أصبحت التجارة بيد التجار اللي تابعين للأحزاب أصبحت الدولة لا تسيطر على هذه الأسعار، وعملية محاسبة التجار ومحاسبة ارتفاع الأسعار هي عملية ضرب الرماد في العيون. أستاذ عادل، شلون يتم شلون يتم معاقبة التجار أو محاسبة التجار إذا كان التجار هم أصلا يعني من الطبقة ربما سياسية والأحزاب التابعة لها؟ من يكون المحاسبة أو الحساب؟ يا سيدي لا، ما ممكن أنه احنا نحاسب تاجر اليوم هو دي يستورد بسعر الدولار ومفتوح إلى الاستيراد والدولة غير مسؤولة عنه، سحبه والدولة سحبت رقابتها على التجارة الداخلية من زمن 2003 بعد انتهاء الاحتلال الامريكي للعراق. سحبت وزاره التجاره يدها من التجاره الداخليه للعراق. في السابق كانت وزاره التجاره تسيطر بخزينها الاستراتيجي اللي موجود عندها، تنزل الى السوق الكميات الموجوده في حاله قيام التجار بزياده اسعار السوق، تنزل كميات مضاعفه من وزاره التجاره الى باسعار منخفضه وتنزل قيمه السوق. اليوم وزارة التجارة كشفت نفسها إلى التاجر، قالت له أنه إحنا ما عندنا رصيد، ما عندنا خزين استراتيجي. نعم. طلعت مديرة عامة الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية وأعلنت بكل صراحة، قالت إحنا كل شيء ما عندنا، يعني نطت الضوء الأخضر إلى التجار أنه زيدوا أسعاركم. نعم. لكنه ما تعرف هي قالت، وهذا هو السبب في زيادة أسعار السوق. واليوم التجار من الأحزاب مسيطرين على كل التجارة في جميلة وفي شورجة، وما ممكن للأحزاب أن أحد يحاسبها بالوقت الحاضر. نعم. مسيطرين على أسعار المواد الغذائية، ومسيطرين على الحديد، ومسيطرين على الحنطة، حتى الحنطة يستوردوها من الدول الخارجية يبيعوها للداخل على أساس فلاحين ويستفادوا من عدها، وهذا الدولة تعرفها لكنه ما يدري. طيب أستاذ عادل، لأنه الأحزاب هي فارغة سيطرتها على كل وزارات الدولة. أستاذ عادل، يرجى أن تبقى معنا، سأنتقل إلى الأستاذ شاهو القرداغي. أستاذ شاهو، أليس من المفروض من حكومة مصطفى الكاظمي التي صدعت رؤوسنا بموضوع الورقة البيضاء للإصلاحات أنها توفر نوع من المعالجات الاقتصادية، وتكون هذه المعالجات جدية خاصة في مثل هذه الحالات وارتفاع الأسعار غير الطبيعي في العراق؟ منطقي. نعم. مقارنة. نعم. بدولة مثل العراق، هناك مقولة جدا تنطبق على العراق، عندما يكون هناك عجز في الموازنة يتم أخذه من جيوب المواطنين، وعندما يكون هناك فائض في الموازنة يذهب إلى جيوب المسؤولين، يعني يتم معالجة الدولة على نفقة المواطنين. نعم. هذه الإجراءات التي حصلت سواء بما حصل في تغيير قيمة الدولار
أو الإجراءات الأخرى نحن رأينا آثارها الفعلية على المواطنين. نعم. يعني لم نشاهد آثار حقيقية لهذه الإجراءات على الفاسدين. صحيح هناك لجنة تشكلت لمحاسبة الفاسدين أو المتورطين ببعض ملفات الفساد، ولكن لم نرى يعني محاسبات علنية لهؤلاء وتحديد النسب المالية التي سرقوها وإعادتها. يعني نحن منذ اليوم الأول لهذه التشكيلة ونسمع برهم صالح رئيس الجمهورية العراقي يقول لدينا مبادرات لإعادة الأموال المنهوبة. إلى الآن لا أحد يعلم، أتوقع 30,000 40,000 دولار، لا أدري ما هي المبلغ الذي أعلنوا عن استيرادها. نعم. يعني مبلغ أعلى من ذلك بكثير. لا التي يعني أنجزة. فقط يعني ما تم حصره حتى الآن هو ما يقارب 300 مليار دولار قد هربت خارج العراق. تماما. نعم. 300 و400 ولكنهم قاموا باستحصال 30 إلى 40 ألف دولار. نعم. 30 إلى 40 نعم. دولار، ويريدون أن يقتنع المواطن العراقي بأن هناك جهود جبارة. نعم. تتخذ في هذا المجال. إلى الآن للأسف الإجراءات التي يقولون عنها أنها إجراءات لمكافحة الفساد لا يمس بحيتان الفساد. يعني نعم. نحن نرى هناك حيتان للفساد، يعني رؤوس كبار لا يمكن لأحد أن يقترب منهم، على العكس تماما الرأس الكبير، يعني مثلا رئيس الوزراء الأسبق نوري. نعم. المالكي المتورط في هذا الحجم الكبير من الفساد، والذي يقال أن هذا النهب 300 مليار دولار كان في زمن حكمه. نعم. والعقود الفاشلة في وزارة الدفاع والعقود الأخرى التي كان يقوم بها، هل يستطيع أو هل يتجرأ أحد أن يخاطب المالكي ويسأل عن الأموال المنهوبة. نعم. التي حصلت في زمنه؟ وبالتالي ما دام الفساد لا يبدأ من الرؤوس الكبار ولا حيتان الفساد، فإنه بلا شك لن يصل إلى أي نتيجة، ولن يستطيع المواطن أن يشعر بالفرق أو يشعر. نعم. بآثار هذه الإجراءات المتخذة، سواء الورقة البيضاء أو أي ورقة أخرى أو أي مبادرة أخرى. هذه المبادرات صحيح أنها قد تكون تستطيع أن تعالج الموضوع في بعض المجالات الصغيرة، ولكنها لا تستطيع أن تمس المشكلة الأعظم. يعني الآن عندما نتحدث طبعا عن الفساد، يعني. نعم. أنا قمت بدراسة عن هذا الموضوع. نعم. كيف يتم استنزاف الموارد العراقية. المعابر الحدودية مثلا. نعم. المكاتب الاقتصادية الموجودة، شركات النفط، تهريب النفط. نعم. هذه الملفات إذ فقط باحث يبحث على هذه الملفات يرى الرؤوس الكبيرة والأحزاب والميليشيات التي تسيطر على هذه الملفات. طيب. ملايين الدولارات تسرق عن طريق هذا الأمر، ولكن الحكومة ساكتة. لماذا؟ نعم. لأن من يشكل هذه الحكومة أصلا ذراع في الحكومة وذراع آخر منشغل بالتهريب. نعم. يخرج في العلن يقول يجب أن يتم إجراء يعني إجراءات إصلاحية ويجب مكافحة الفساد. نعم. وهو بنفسه في الطرف الآخر يقوم بتمويل وتوجيه الميليشيات أو الجماعات التي تقوم بهذا الفساد. طيب. يعني هذه الإزدواجية التي نراها نقتنع حينها بأنه جميع المبادرات التي تطرح للإصلاح لا. نعم. ليس هدفها الإصلاح، بل هدفها أبرز هدف وأهم هدف هو موضوع التخدير. نعم. يعني المواطن. نعم. يصبر، يقول بدل أن نقوم بشيء أو نخرج. نعم. سنصبر هذا الشهر أيضا. نعم. هذا العام أيضا. والمسؤولين عندهم خبرة فعلية في تخدير المواطنين. نعم. لديهم وسائل إعلامية كبيرة، عن طريق هذه. نعم. الوسائل الإعلامية يقومون بالترويج لهذه المبادرات، وبالتالي إقناع المواطن بأن يعيش في هذا الوهم لسنة. نعم. إضافية، ولكن السرقات يستمر والفساد يستمر. سنأتي على هذا الموضوع بشكل مفصل، عن أنه ارتفاع الأسعار ربما يؤدي إلى ثورة شعبية داخل العراق، وهناك ربما تجديد لثورة تشرين المباركة، ولكن دعني أنتقل إلى الدكتور قحطان الخفاجي. دكتور، في ظل الظروف التي يعيشها المواطن العراقي، أين مفاعيل ورقة الإصلاح؟ بمعنى أدق، يعني من اللي يعيق عملية الإصلاح المزعومة في العراق؟ من هي الجهة تحديدا دكتور؟ هي أساسا عملية إصلاح مزعومة. يعني لا يمكن أتوقع من القوى السياسية التي يرتهن وجودها في الاحتلال الأنجلوساكسوني إيراني، وكل القوى المؤثرة الفاعلة في العراق تسعى إلى دمار العراق، والقوى السياسية عبارة عن بيادق ليس لها أمرا إلا تنفيذ الأجندات الخارجية. لا يمكن هذه المجاميع أن تذهب إلى الإصلاح. هذا خلاف المنطق. لماذا؟ لأن الإصلاح يعني وضع قوانين تحاسب الفاسد، وهم فاسدون. وأيضا الإصلاح يعني إنقاذ العراق من التوجه الخاطئ الذي سارت به العملية السياسية.
وتغيير العراق او اخراج العراق من العمليه السياسيه امرا ليس بيد هذه القوى السياسيه نهائيا. الشيء الاخر، الدعوه الى اعتماد على عناصر ايجابيه تدعي القوى السياسيه ذلك، ما هي التي تزكي هذه القوى التي يؤتى بها؟ وبالتالي لا يمكن لهذه القوى ان يؤتى بها الا ان تكون طائعه وداعنه الى توجهات المجامع. اذا الفكره الاساسيه مرفوضه، لان الذي يسعى الى الاصلاح هو الذي عليه كل المساءله وهو عنوان الفساد. وبالتالي انا اتوقع من السارق لص ان ياتي الى بيتي ويسرق تلفازي العاطل ويسرقه لغرض اصلاحه، هذه مغالطه كبرى. الشيء الاخر اخي العزيز، نعم هذا حاله الانسداد او حاله التردي او حاله اللا اصلاح الحقيقي بالتاكيد يدفع بالمواطن العراقي الى نقطتين اساسيتين او اتجاهين، اولهما الوعي الحقيقي الى ان هذه العمليه السياسيه لا يرتجى لها مرتجى ايجابي. الشيء الاخر، لابد ان يفكر الشعب العراقي بتغيير حقيقي جذري لهذه المجاميع التي اعطيت اكثر من مهله ومهله للتصحيح ولم تصحح. اذا الاصلاح لا يمكن يكون من هذه المجاميع، واخفاقات الاصلاح يدفع باتجاه زيادة الوعي الشعبي لضرورة إيقاظ الفعل العراقي الثوري من أجل تغيير العملية السياسية برمتها بآلياتها. طيب، بشخصها، بتشريعاتها. أستاذ عادل، لو تحدثنا عن مخرجات هذه الأزمة، ألا تستطيع الحكومة الآن التخفيف عن كاهل المواطنين، وذلك بعد الارتفاع في سعر برميل النفط وتوفر لها عشرات المليارات من الدولارات من بيع النفط العراقي؟ الحكومة كما تتواتر الأخبار أنها تتعامل بسعر يعني لا يتجاوز 60 دولار. هناك من يقول بأن الحكومة تتعامل على أن سعر برميل النفط في تعاملاتها الاقتصادية هو 54 دولار. الآن سعر برميل النفط هو 100 دولار. أين تذهب كل هذه الأموال أستاذ عادل؟ يا سيدي، ما تقوم به الحكومة من تصريحات غير مدروسة، يعني أنها تقوم الآن إصدار قرارات قبل أن تفكر. نعم. وتفكر بعد أن تقرر. قررت أن تعطي منحة إلى كافة الموظفين والمتقاعدين اللي يتقرر راتبهم عن المليون دينار 60 دولار، وبالأسبوع الثاني تراجعت عن هذا القرار وأصبحت المنحة لمن راتبه 500,000 دينار فأقل. ويتصورون انه من راتبه مليون دينار هو يعيش بحبوحه في هذا البلد. احنا تعودنا من زمن المرحوم عبد الكريم قاسم، هناك مساعدات على الموظف في كل عيد يجي عيديه، وهذه من ضمن المساعدات اللي كانت تساعد الموظف والحصه التموينيه الكامله اللي كان ما يحتاج ان يشتري من الاسواق المحليه. لكن نشوف الان قرارات هذه الحكومه، قرارات ترفيعيه لا ترتقي الى مستوى زياده دخل الفرد، وقد اصبح معدل الفقر في العراق الان 38، وهم لحد الان الزياده في اسعار النفط اللي عندهم 54 دولار حساب المعدل، لكنه وصل النفط الى حوالي 120 دولار. نعم. وهذه الزيادة ما نعرف وين تروح لحد الآن. طيب أستاذ شاهو، زيادة الأسعار المواد الغذائية يتحدثون عن أنه ناتج عن الحرب الروسية الأوكرانية كما تدعي الحكومة. هذا التبرير هل أزاح المسؤولية عن كاهل الحكومة؟ يقول لك أني كنت أستورد، صارت الحرب، ارتفعت الأسعار، وبالتالي لازم ترتفع باقي المواد السلعية الاستهلاكية. ما مدى يعني مقبولية هذا التخريج؟ طبعا إذا عدنا قليلا إلى الوراء، إلى الآن لا أحد يعلم من هو الطرف الثالث. نعم. الذي قتل المتظاهرين. نعم. ولكن بهذه الرواية أصبحوا لا يتحملون مسؤولية أكثر من 700 شهيد سقط في المظاهرات. نعم. وأكثر من 30,000 جريح. صحيح. قالوا أنه طرف ثالث دخل. صحيح. يعني كائنات فضائية قتلت الناس وذهبت. الآن في هذه الأزمة أيضا نفس الهدف، يعني
التسويق أو الترويج لهذه الرواية أنه هناك أزمة عالمية ونحن متأثرون. طبعا أنا لا أنكر هذا الأمر، العراق يتأثر بمحيطه وأيضا بالتفاعلات العالمية الذي يحصل والأزمة العالمية، وخاصة أنها السلة الغذائية أو هناك مواد كثيرة يتم استيرادها من أوكرانيا، ولكن الأزمة، أزمة المعيشة، أزمة الغلاء كان موجودا قبل الأزمة الروسية الأوكرانية. يعني إذا تذكرنا قبل 6 أشهر كان هناك احتجاجات في بعض المحافظات تطالب بتحسين الوضع المعيشي. إذن هذا المبرر ليس كافيا لتدفع بالحكومة إلى عدم التحمل المسؤولية وتعليقها بالأزمة الروسية الأوكرانية. هذا الأمر يعني أن الوضع المعيشي متعلق بحرب دولية، ويجب أن ننتظر إلى أن ينتهي هذا الحرب، إذا انتهى ثم يتحسن وضع السوق. هذا يعني أن يا أما الحكومة هي فعلا لا تريد أن تتدخل، يا أما هي يعني لديها مصالح من هذا الغلاء الذي يحصل. هناك أطراف سياسية تستفيد من هذه الأزمة، وبالتالي تريد استغلال هذا الأمر عن طريق احتكار مواد رئيسية وعدم بيعها إلا بأسعار مرتفعة، حتى يقومون بعصر المواطن أيضا والتضييق عليه في رزقه. أنا أتوقع أن المواطنين يعرفون جيدا أن من يدخل إلى السوق ومن يعني يتفاعل في الحياة اليومية من العراقيين في السوق يعلم جيدا المنظومة التي تحتكر المواد الغذائية. أصلا لا يوجد أي شركة أو أي شخص يستطيع أن يقوم باستيراد المواد من الخارج دون أن يدفع لهذا وذاك، دون أن يقوم بإرضاء المسؤولين. وبالتالي هذا الأمر لا يمكن أن يقنع المواطن بأن الأزمة العالمية هو السبب الوحيد لما يعيشه المواطنون من غلاء الأسعار. هناك هذا الأمر، هذه الأزمة جزء من الأسباب التي أدت إلى هذا الأمر. نحن لدينا احتكار السوق من قبل الشركات الحزبية. طيب. لدينا الفساد الموجود. لدينا أيضا عدم الرقابة، يعني الرقابة بالصفر، يعني أي شخص يستطيع أن يجلب مواد مسرطنة، مواد فاسدة. بالضبط. يتم إعادة، يعني يتم جلب أشياء من إيران مثلا ويعني إعادة تصنيعها واعتبارها مواد عراقية أيضا وخداع المواطنين. يعني كانت هناك جهة في وزارة التخطيط تسمى التقييس والسيطرة النوعية الآن موجودة، ولكن لا تقوم بعملها بشكل صحيح نتيجة لتأثيرات حزبية وأخرى ميليشياوية. الرشوة ودفع، هذا تأكيدا على كلامك. طبعا هذا الأمر موجود ومعروف، ومن يرى حال السوق يدرك جيدا أن جميع المؤسسات تذهب بهذا الأمر، تدفع وأي شيء غير قانوني تستطيع استيراده إلى العراق. وبالتالي هذا الأمر، الأزمة الدولية، هو جزء أو سبب بسيط من الأسباب الأخرى التي أدت إلى هذه الأزمة. لو كانت هناك تدخلات حكومية حقيقية بدون مراعاة أطراف سياسية، بدون مراعاة ميليشيات، بدون مراعاة أي جهة أخرى، لو كان هناك تدخلات حقيقية قبل سنة، يعني منذ أو بعد تظاهرات تشرين، لو أدركت المنظومة السياسية أن هناك فعلا غضب شعبي، وأن هناك ضرورة لمراجعة النفس، وأن هناك ضرورة لمراجعة أداء هذه المنظومة السياسية، واتخذت إجراءات حقيقية لمكافحة الفساد، الآن لم يكن آثار الأزمة الروسية هكذا. طيب. على المواطنين. طيب دكتور قحطان، هناك إجراءات حكومية، مثلا مسألة تصفير الضرائب على المواد الغذائية، سنناقش هذا الأمر مع جنابكم الكريم، ولكن دعونا ننتقل إلى أنفوغراف يتناول ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة وتداعياتها على المواطن العراقي، لنتابع.
أهلا بكم من جديد. نناقش في هذه التغطية ارتفاع الأسعار في العراق وتداعياتها على المواطن العراقي. أجدد الترحيب بضيوفي، ووصلت إلى محطة الدكتور قحطان. دكتور قحطان، هناك إجراءات حكومية مثل تصفير الضرائب على المواد الغذائية وغيرها لشهرين فقط، هل تراها كفيلة لحل مشكلة الغلاء في العراق دكتور؟ بالتأكيد هذه حلول ترقيعية، وإلا ماذا سيتغير بعد الشهرين؟ شيء آخر، أن الغلاء المعيشة هي نتيجة لمجموعة أو صعود الأسعار، مجموعة إخفاقات في إدارة الدولة ورغبة أخرى من قبل التجار أو من خلف التجار للإساءة إلى المستهلك. إلا إذا كانت هناك ظرف غير طبيعي بشكل عام عالميا أو داخليا يدفع لهذا الاتجاه. الظرف بالتأكيد العراقي الآن دكتور هو عفوا آسف المقاطعة، هي ليش شهرين؟ يعني من الذي أفتى بأن تكون تصفير الضرائب على المواد الغذائية شهرين؟ ليش شهرين؟ ليش ما يكون على يعني مستمرة؟ يعني ليش شهرين؟ من الذي أفتى بذلك يعني؟ نعم سأكل بالاتجاه، إلا قلت إلا إذا كانت هناك ظرف غير طبيعي في البلد يدفع باتجاه صعود الأسعار. ولكن نعم احنا نقول لماذا هذه المدة للشهرين؟ ما الإجراءات العملية التي تضمن عدم صعود الأسعار بعد هذه الشهرين؟ واحد اثنين، وهل ارتفاع الأسعار رهنا بظرف معين سينتهي بهذه الشهرين؟ الجواب لا، لأن العملية السياسية هي سبب لهذه الأزمة. إذن نؤكد أنها قرار وقتي يتماشى مع حالة التخدير التي تعتمد من قبل العملية السياسية للمواطنين، لا تفضي إلى شيء حقيقي نهائيا. وعلى ما يبدو أن حتى الاقتصادي المهني الذي هو قريب العملية السياسية وأما يتفنن في كيفية خداع الناس باسم الاقتصاد أو هو ساعي إلى عملية إذلال مضاعفة للمواطن العراقي، سيما عندما تأتي قرارات بهذه السذاجة وبهذه لا نفع منها. إذن القرار هو وقتي، لا منفعة فيه، لم يكن مدروسا، لم يكن يأتي بشيء إيجابي. على الجماعة أو على الجهة الرسمية أن تحاسب ذاتها أولا، وتحاسب الأسباب الموجبة إلى رفع الأسعار بما فيها طبيعة الإنتاج، طبيعة الاستيراد، طبيعة المراقبة للأسواق، القدرة الشرائية الطبيعية للمواطن العراقي. كل هذا يجب أن يكون معالجات حقيقية، وليس بالصيغة التي ذهبت إليه الحكومة بإجراء شكلي كما قال قبل قليل زميلي، أعطى مبلغ معين ثم تراجعت بتنفيذه بصيغة مهزلة وهزيلة. الآن القرار الذي لشهرين هو أيضا سيء وهزيل، وليس إجراء ناجع لأجل حل المعضلة والمشكلة الأساسية. أستاذ عادل، بنظرة استشرافية للمستقبل عن موضوع ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة في العراق، إلقاء القبض على عدد من التجار بتهمة التلاعب بالأسعار، هل هذا الإجراء سينهي الأزمة في العراق؟ يعني الحقيقة واحد شيء مضحك أنه يتم إلقاء القبض على تجار. نعم. والسوق العراقي أمر، يعني احنا بالسابق كنا نسيطر على تجارة السوق من خلال وضع ضوابط للاستيراد وضوابط للسعر. يعني كان التاجر من يستورد من خارج العراق نعطيه دولار بالسعر الرسمي للتحويل الخارجي، ولذلك من يجيب البضاعة إلى العراق يتم تشعيرها ويتم السيطرة عليها من قبل دائرة الرقابة التجارية في وزارة التجارة، وهناك رقابة مستمرة عليهم. لكن الآن السوق، يعني التاجر ما ممكن أن تحسبه أنت وأنت فاتح المجال يستورد بفلوسه وش وقت ما يريد. هذه فضحك على الناس أنهم يريدون يسيطرون على السوق، وهذا عملية مخجلة حقيقة. يعني في الدولة أنه تقول إحنا نريد نسيطر على السوق وهم ما عندهم أي سيطرة على السوق، لأن السوق حر، والمفروض يكون هناك ضوابط الاستيراد. أستاذ عادل، بالنسبة للضوابط، نعم. مو كان عندنا سابقا أمن اقتصادي يسموهم يفترون على المحلات إذا واحد يبيع أكثر أو أقل بالأسواق؟ الأمن الاقتصادي التابع إلى وزارة الداخلية. نعم. التابع الأسعار، لأنه كان التاجر المستورد من حول له دولار، يعني من حول له دولار يسموه دولار التصديري، يعني الدولار التصديري الخاص بالتصدير.
ان حولنا المبلغ الى خارج العراق لذلك نحاسبه على وصول البضاعه الى العراق، يعني تسليم المبالغ حين وصول البضاعه. هسه يحولون الفلوس وما تجي بضاعه، يعني يوميا ما زادت العمله يحول مليارات او ملايين الدولارات لكن بدون مقابل، تهريب عمله الى خارج العراق. واصبحت الوضعيه بالعراق تجاره عمله للاحزاب وللكتل السياسيه وليس لانعاش السوق العراقي. استاذ شاهو، اذا تحدثنا عن المسؤول الاكبر في عمليه ارتفاع الاسعار، كما تفضلتم وتفضل ضيوفنا الكرام، هناك من يتحدث عن تجار، هناك من يتحدث عن الحكومة، هناك من يتحدث كما تفضلت قبل قليل عن أيادي خفية أو الطرف الثالث كما تفضلتم بذلك، وأيضا هناك من يتحدث عن أيادي خفية لها علاقة بالجارة إيران. من المسؤول الأكبر عن هذا الارتفاع؟ أنا أرى أن المسؤول الأول والرئيسي هو الحكومة والأجهزة الحكومية وأجهزة الدولة، لأنها لم تقم ببناء آليات للرقابة حتى تستطيع أن تسيطر على السوق وحتى تمنع هذا الارتفاع الغير منطقي في الأسعار، لأنه كما قلت سابقا أن الرقابة الحكومية غير موجودة حتى في المنافذ الحدودية، فكيف تستطيع أن تضع حدا لارتفاع الأسعار إذا كانت لا تستطيع أن تضع حدا لجلب أو استيراد مواد مسرطنة أو مواد وسلع مغشوشة أو سلع منتهية الصلاحية، يعني كلها جميعها يدخل من الحدود العراقية دون أن يكون هناك معالجات أو يكون هناك رقابة فعلية على هذا الأمر. فالمسؤولية الأكبر تقع على عاتق الحكومة التي لا تستطيع أو هي عاجزة أو تتكبلها مصالح الحزبية التي شكلت هذه الحكومة، وبالتالي لا تستطيع أن تتخذ خطوات جريئة لمعالجة هذه القضية، إضافة إلى التجار والشبكات التي تقوم باستيراد المواد. طبعا هذه الشبكات أيضا لا تستطيع أن تقوم بعمل أو تستطيع أن تستورد المواد إلا عندما تدفع أو تكون شريكة لأطراف سياسية. يعني نحن نعلم المعادلة بصورة جيدة، أي طرف، أي تاجر، أي شخص يريد أن يدخل بضاعة يتم وضع عراقيل أمامه حتى يذهب إلى الجهة المسؤولة عن هذا الأمر ويدفع مبلغا معينا، أو يتفق على نسبة 50% من الأرباح أو 25% من الأرباح، وبالتالي هذا الطرف أيضا يتحمل المسؤولية. إضافة إلى أيضا هناك الكثير من التجار ليس لديهم ضمير، يعني يتعاملون وكأن هذه الأزمة فرصة لأن يربحوا أكثر على حساب المواطن العراقي، يعني هذا الأمر أيضا موجود، ولكن حتى يتم غلق هذا الباب أمام هؤلاء يعني الذين يريدون نسميهم تجار الأزمات، حتى يتم غلق الباب أمامهم نفعل الدور الحكومي، يعني الدور الحكومي إذا كان موجود، الرقابة إذا كانت موجودة، لا أحد سيتجرأ على القيام بهذا الأمر. أما إذا ذهبت إلى بعض المحلات الصغيرة في بعض الأحياء الصغيرة أيضا وعاقبت بعض المحلات وبعض الشخصيات، هذا الأمر لا يعالج الموضوع. يعني الحكومة الآن تفعل هذا الأمر، يعني بدل أن تذهب إلى الرؤوس الكبيرة والذين يتحملون المسؤولية والذين يسيطرون على السوق واحتكار السوق بيدهم ويستطيعون رفع سعر أي مادة أو خفض سعرها، بدل أن يذهبوا إلى هؤلاء ينشغلون بمجموعة من المحلات الصغيرة في بعض الأحياء وكأنه إنجاز كبير، والغريب يتم نشرها في صفحات وزارة الداخلية أو في صفحات الجهات المعنية وكأنه تم يعني تحقيق إنجاز كبير عن طريق السيطرة على أو إلقاء القبض أو معاقبة هذا التاجر الصغير الذي كان يقوم بهذا الملف، على الرغم من أنه لن يؤثر بأي شيء من الأشكال بأي شكل من الأشكال على الوضع المعيشي. إذا كانت الحكومة فعلا جدية في معالجة هذا الأمر، تذهب إلى المنافذ الحدودية وتذهب إلى الشركات الكبيرة التي تقوم باستيراد المواد الغذائية وخاصة الرئيسية، وتقوم بمتابعة ومراقبة كل الإجراءات. إذا عندما تجد الخلل فورا تعاقب هذه الشركة أو هذا الطرف، ولكن أنا أتصور أنها لا تستطيع أن تقوم بهذا الأمر لأن المنظومة معقدة جدا، يعني المنظومة معقدة جدا. هناك يعني نحن قد نرى أن هناك مؤسسة واحدة أو سلطة واحدة أو شخص واحد يربح من هذا الأمر، من هذا الغلاء، لا يعني هناك أطراف كثيرة سواء داخلية وأيضا كما تفضلت خارجية تستفيد من هذا الأمر، وبالتالي معالجتها صعبة جدا، يتطلب الإرادة والشجاعة. هذين العنصرين إلى الآن غير موجودين لدى
الطبقة السياسية أو لدى رئيس الحكومة أو لدى المؤسسات التنفيذية داخل الدولة. الشجاعة والإرادة الوطنية غير موجودة للأسف. طيب. لديهم أدوات، يعني أنا لا أريد أن أكون يعني سلبيا. الأدوات موجودة إذا كان هناك إرادة، فورا يتم تفعيل هذه الأدوات ويتم إحداث التغيير على الأقل خلال 6 أشهر. بالضبط. لا نقول تغيير فوري، لا يحصل إلا بمعجزة. طيب. ولكن خلال 6 أشهر من الممكن أن نرى تغيير ملحوظ إذا كان هناك إرادة. في غياب الإرادة الحقيقية الإنجاز لن يحصل ولن يتحقق هذه الوعود التي يطلقونها للمواطنين. طيب. العراقيين، وهي وعود تخديرية. طيب دكتور قحطان، تحدثنا عن الفروقات في سعر برميل النفط من 54 حسب ما وضعته الحكومة، الآن صار سعر برميل النفط لغاية يوم أمس هو 100 دولار. الحكومة تقول لك أنا نطيت 100,000 دينار للمتقاعدين وأيضا للموظفين اللي رواتبهم أقل من 1,000,000 دينار. طبعا هذه لاقت سخرية من العراقيين على مواقع التواصل الاجتماعي. إذن الحكومة تفكر بالمواطن، والدليل على ذلك أنه أعطته 100,000 دينار. كيف ترد على ذلك دكتور؟ الحكومة نعم تفكر بالمواطن العراقي، ولكن تفكر بكيف تخدع المواطن العراقي وكيف تخدر المواطن العراقي. ولا الحكومة أساسا لماذا ذهبت باتجاه تخفيض أو رفع سعر الدولار لكي تسدد رواتب المواطنين؟ ما هي هناك رواتب خرافية غير منطقية تصرف إلى أناس لا يستحقون، وهناك مئات وألاف وألاف المسؤولين بمستويات متقدمة يستلمون عشرات الرواتب، وهناك ما يسمى بهذه المجاميع رفحة وغيرها وسواها، أموال تصرف لأناس لا يستحقون لها بالمرة. إذن الخير الكبير هو في كيفية توجيه الرواتب وكيفية احتسابها. أما أن يرتفع الدولار لكي يسدد العراق مبالغ عراقية من فرق الدينار، ثم يرتفع الدولار بهذه الدرجة الكبيرة ضعف تماماً المبلغ ولم يحسب للعراق حساب، هذا يؤكد على أن الحكومة تفكر بما تخدع به العراق وليس بما تنصر العراق. الشيء الأهم من هذا وذاك أن صرف العراقي أو صرف أي عملة في العالم يتم اخفاضها لأجل دعم المصنوعات الوطنية عندما تنافس المصنوعات الخارجية. العراق ليس فيها مصنوعات، إذا القرار لم يذهب لصالح العام، لا من أجل الصالح العام بشكل عام ولا من أجل المواطن بشكل خاص، بقدر ما هو ذهب لأجل سد أو تأمين مبالغ اللازمة للسراق لاستمرار رواتبهم غير الطبيعية واستمرار سرقتهم. ونتذكر جيدا كيف كانت الميزانية الانفجارية في زمن مالكي. نعم. الهالكي الذي سرق العراق ودمره، لكن لم يجني العراق من هذه الميزانيات الانفجارية إلا انفجارات وقتل وجوع واضطهاد وحياة سيئة. إذن نحن أمام مجموعة تعرف كيف أو تفكر كيف تسرق المواطن العراقي وليس كيف تنقذ المواطن العراقي وكيف تحسن الشأن العراقي. أستاذ عادل، سوء الإدارة الحكومية و يعني هيمنة الميليشيات وتفاقم الفساد، هل هذه عوامل كافية لتفاقم الأزمة الاقتصادية وغلاء الأسعار التي يعاني منها المواطن، تعتقد ذلك؟ طبعا، يعني تدخل الميليشيات في مفاصل الحكم الحكومة العراقية من خلال مفاصل وزارة التجارة ومفاصل وزارة الزراعة واستيراد المواد الفاسدة إلى العراق من أجار إيران، واستيراد كثير من المزروعات المحاصيل الزراعية التي لا يحتاج العراق سوى ربح إلى الجار إيران. هذا كلها مفاصل للفساد، لتحقيق الفساد في العراق، والحكومة عاجزة عن متابعة هذه الأمور ومحاسبة المقصرين أو محاسبة المسببين لهذه العمليات التجارية. نعم. أستاذ شاهو، أنت عرجت إلى بأن الشعب ربما لن يصبر كثيرا على موضوع غلاء الأسعار، هل تعتقد أن الأزمة إذا ما استمرت دون حل جذري وجدي من قبل الحكومة ستفجر ثورة شعبية عارمة في ضوء حالة الاحتقان الشعبي الهائلة؟ طبعا الثورة تشرين التي خرجت كان هناك أسباب وعوامل دفعت المواطنين إلى الخروج
إلى الآن إذا لم يعالج، ويبدو أنها لا تعالج، إذا لم يعالج هذه الأسباب والعوامل فإن بوادر المظاهرات مجدداً ستكون قائمة وواردة. لماذا؟ لأن خلال الفترة الماضية كان هناك يعني مهلة غير مباشرة من المواطنين للطبقة السياسية حتى يصلحوا أنفسهم، يعني كان هناك تحذير واضح، يعني كان هناك إشارة بضرورة التحرك والتغيير حتى يجلس المواطنون ويرتاحون بالثروات الموجودة في العراق، ولكن إلى الآن لم يتم معالجة الأسباب الجذرية التي دفعت المواطنين للخروج. طبعا القمع لا يفيد، يعني نحن رأينا أنهم قتلوا وقنصوا واغتالوا وخطفوا الكثير من المواطنين، إلى الآن الحالة الثورية ما زالت موجودة. ما زال المواطن يعاني، لأنه لا يمكن تخويف المواطن بهذه الأساليب والوسائل وهو يعيش في حالة في مزرية يعاني من الفساد، يرى أن هناك طبقية قائمة، يرى أن أبناء المسؤولين وأبناء أبنائهم وأحفادهم وأقاربهم يعيشون في رفاهية كاملة كل يوم في دولة يستمتعون بخيرات المواطنين. إذا كان الوضع الاقتصادي السيء يعني مساوي، يعني متساوي يعني على كل المواطنين، الكل كان يعاني، فالمواطن سيصبر إلى قيام الساعة، ليس لديه أي مشكلة. ولكن عندما يكون هناك طبقية، هناك طبقة يعني يستمتع بالثروات وهناك طبقة يعاني، فهو سيدفع بالنهاية إلى الخروج وإلى المطالبة بحقوقه مجددا. وبالتالي هذا الأمر وارد في حال لم يتم معالجة الأسباب الجذرية التي أرى إلى الآن هناك الحلول التي تقدم يعني تقترب أكثر من أنها حلول تخديرية وليس مبادرات لمعالجة جذرية لهذه الأسباب الموجودة، وبالتالي هذا الأمر يدفع المواطن مجددا إلى اليأس وإلى فقدان الأمل بالطبقة السياسية. في ضوء ذلك أستاذ شاهو، دعني أنتقل بهذه النقطة تحديدا إلى الدكتور قحطان الخفاجي. دكتور، كما تفضل الأستاذ شاهو بأنه موضوع غلاء المعيشة خاصة يدفع الشباب للانتحار نتيجة سوء الأوضاع المعيشية والبطالة والفقر، لماذا لا تعمل الحكومات المتعاقبة منذ عام 2003 وحتى الآن في توفير العمل لهؤلاء الشباب؟ هل هي تستطيع ولا تقدر أم أن الأمر مقصود؟ بدقيقة لو سمحتم دكتور. لا، أنا أعتقد أنه مقصود 100%، يعني مقصود لأجل قتل الروح العراقية التي تحسب من قبل أعدائها هي المحرك الأساسي للعمق العربي والإسلامي، وبالتالي لابد أن تقتل الروح العراقية عن طريق التجويع والإذلال وما شابه ذلك. إذن في تقديري الشخصي هذه عبارة عن إرادة خارجية تنفذ من قبل الجهات المعنية في العملية السياسية، وليست صدفة أو قلة إدراك أو قلة تخفيض. إذن هي إرادة خارجية تنفذها هذه المجاميع لكي تقتل الروح الجذوة والموقف العراقي المعروف على طول الخط الذي يرفض القوى الشر. أستاذ عادل، بدقيقة لو تفضلتم، هل تستطيع الحكومة القادمة كما يعني نشاهد في الأخبار بأن من سيكلف الحكومة من قبل مقتدى الصدر هو ابن عمه جعفر الصدر، هل هذه الحكومة القادمة إذا ما حدثت ستكون قادرة على أزمة إنهاء الأزمة، أزمة البطالة وارتفاع الأسعار؟ بدقيقة لو تفضلتم أستاذ عادل. الحكومة القادمة لن تستطيع أن تقدم شيئا جديدا إلى ما قدمته الحكومات السابقة، فهذه الحكومة هي نفس الحكومات السابقة كسابقاتها، لا تقدم ولا تؤخر، وإنما عملية الثورة ستبقى مستمرة من الشباب التشريدي ضد هؤلاء إلى أن إسقاط العملية السياسية التي أصبحت مضرة بالشعب العراقي وبيعه. في ختام تغطيتنا نتوجه بالشكر الجزيل إلى الأستاذ شاهو القرداغي الكاتب والباحث في الشأن العراقي، شكرا جزيلا. شكرا لك، ويعني جئتنا والجو بارد نوعا ما في هنا. يا مرحبا وسهلا. وكان معنا عبر سكايب من بغداد الدكتور قحطان الخفاجي أستاذ العلوم السياسية، شكرا جزيلا دكتور لبقائكم معنا. وأيضا نتوجه بالشكر الجزيل من بغداد حيث حدثنا الصحفي والناشط المدني عادل الجبوري، شكرا جزيلا أستاذ عادل. مشاهدينا الكرام، الشكر موصول لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.